رب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. لنسعى الآن نحو أم الإله نحن الخطأة بكل اجتهاد، ولنصرخ من أعماق النفس لها تائبين: يا سيدة تحناني وضدينا وأسرعي، فلقد هلكنا من كثرة الخطايا، فلا تخيبي عبيدك لأنك أنت رجاؤنا وحدك. المجد للآب والابن والروح القدس. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين. إننا يا أمة الإله لا نصمت من الكلام بعظيم أعمالك، فمن سواك يقف شفيعا لنا منقذا من الشدائد والضيقات الكثيرة، أو من كان يحفظنا معتقين إلى الآن، فلن نبتعد عنك يا سيدة لأنك تخلصيننا من صنوف الشدائد دائما. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك امحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. أيتها الفائق قدسها والدة الإله، خلصينا من هول التجارب يا عذراء، لجأنا إليك يا خلاصنا والرجاء. يا أم الكلمات نجينا من كل ضيق أو شدة أو شقاء. أيتها الفائق قدسها والدة الإله، خلصينا آلام كثيرة يا فتاة تذيب النفوس بغرار الصدمات، فاهدينا السلام لكي نحظى عند ابنك وإلهك بالنجاة. المجد للآب والابن والروح القدوس. ولدت المخلص ربك، ألن تشيرينا من صنوف المهلك
لأننا جئنا يا عذراء نبسط النفس والعقل أمامك الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. ولدت الإله نبع الصلاح ألا فاشملينا بالعناية والسماح ولتشف النفوس والأجساد إذ قد أصيبت جميعها بالجراح أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا إننا جعلناك شفيعة يا عذراء دبرينا وارشدينا أنت لنا الميناء وأنت سترنا ونبع كل صلاح ولك تسمحنا الدائم والثناء أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا يا عذراء إليك نبتهل شتتي عنا الاضطراب النفساني مع الكآبة ذلك أنك ولدت رب السلام يا من حست وحدك من الطهارة المجد للآب والابن والروح القدوس يا من أنجبت حلة الصالحات أنبعي للكل إحسانا غنيا انجدي وأسرعي فأنت قادرة على جميع مشيئتي يا أم المسيح القدير والمبدعي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. بأمراض خطيرة وآلام نمتحن فنجينا يا عذراء من كافة المحن نعرف أنك يا عديمة العيب كنز للأشفية لا يفنيه الزمان خلصي عبيدك من الشدائد يا والدة الإله لأننا كلنا بعد الله إليك نلتجئ بما أنك سور لا ينصدع وشفيعا انظري بإشفاق يا والدة الإله كلية التسبيح إلى شقاء أجسادنا الصعب واشفي أوجاع نفوسنا ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم كريا ليس كريا ليس كريا ليس وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص والتوفيق لعبيد الله الساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة لكي يرحمهم الرب الإله ويوفق كل أمورهم ويعفى عنهم كل مرض وكل شدة ويحميهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين لأنهم ملتجئون إلى عظم غنى رحمته كريا ليس كريا ليس كريا ليس لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين يا أمة الإله السور الذي لا يقهر ينبوع المراحم وملجأ العالمين لك دوما نهتف إذ أنت الشفيعة الحارة المستجيبة بسرعة فأنقذي شعبك من الضيقات أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا يا عروس إلهنا ربنا المدبر لحياتنا
الدين وآلامنا وسكن عاصف زلاتنا اي برايه ثوتك سوسوني ماسم نحين حنوك نحن اللاجئين بشوق نحوك يا من ولدت نبع الحنان منقذ الذين يمدحونك المجد للاب والابن والروح القدس تمتعنا بمان الله منك يا من طهر كفاية شذاه فنسبحك شاكرين عارفين أنك أم الإله لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين أحرزناك حبل النجاة والسور المنيع الرجاء والثبات فننجو من كل محنة ولك تسبحنا والترنمات أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا أوعي بالفؤاد كل بهجة يا طهور لنا منك الأفراح بلا فساد يا من ولدت المخلص علة السرور أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا من كل بلاء تنقذنا يا بتول يا من ولدت مانحان الفداء وهو سلام يفوق تصور العقول المجد للآب والابن والروح القدوس يا عروس الله الباهية يا أم النور رد عنا الظلام نحن خطى يا من ولدت الضياء الذي قبل الدهور الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين أبرئ النفوس من أسقامها بنصرتك وافتقدين دوما لكي ندوس كل أمواج التجارب بشفاعتك أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا أعدائي أيتها الأم العذراء يلحقون بأضرار رديئة فإلى ابنك فإلى ربك وابنك صلي أن ينجيني دافع عن الأضرار فهو الذي بموته على الموت قد حقق الانتصار أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا نلقاك وقاء وشفعة ومزلة صنوف التجارب فعن حياتنا كوني دفاعا ورد عنا احتيال الأبالسة وخلصينا يا بتول من جميع الآلام المدنسة المجد للآب والابن والروح القدوس نلقاك حصنا وسورا للنجاة وافتقادا في الضيقات كبيرا وبأنوارك نفرح دوما يا من غدوت خلاص كل الأنام فخلصينا يا عذراء من صنوف الشدائد والآلام كنين كعي كيستوسيون أستنئون أمين أمسينا منطرحين في الأمراض وأجسادنا لا تلقى شفاء يا من ولدت الإله المخلص من قد أزال جميع أسقامنا إليك الآن نبتهل أبرئنا من هول أمراضنا خلصي عبيدك من الشدائد يا والدة الإله لأننا كلنا بعد الله إليك نلتجئ بما أنك سور لا ينصدع وشفيعا أيتها الطاهرة يا من بكلمة ولدت الكلمة في آخر الأيام
بحال لا تفسر استعطفيه بما أن لك الدالة الوالدية. ارحمني الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص والتوفيق لعبيد الله الساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة، لكي يرحمهم الرب الإله ويوفق كل أمورهم ويدفع عنهم كل مرض وكل شدة ويحميهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، لأنهم ملتجئون إلى عظم غنى رحمتك. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا شفيعة المسيحين غير الخازية، الواسطة لدى الخالق غير المردودة، لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة. نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطالبة يا والدة الإله المتشفع دائما بمكرميك. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي أعضدني وخلصني. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي عضودني وخلصني. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدوس، بالروح القدوس كل نفس تحيا وتسمو بالطهر لميعا، بوحدانية الثالوث بحال خفية قدسية الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. بالروح القدس تفيض سواق النعمة ومجاريها، فتروي البرايا بأسرها بالحياة المحيا. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل، سأذكر اسمك في كل جيل وجيل. اسمعي أيتها البنت وانظري، واميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك في كل جيل وجيل. سأذكر اسمك يا
أجل أن نكون مستحقين لسمع الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. كيريا لايسون. حكمة فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي. في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت إلى بيت زخريا وسلمت على إليصابات. فعندما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقض الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ سلامك إلى أذني ارتقض الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. ومكثت مريم عندها نحو 3 أشهر. ثم عادت إلى بيتها. المجد لك يا رب المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدوس، أيها الآب والكلمة والروح الثالوث في وحدانية. أمحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله وطلباتها، أيها الإله الرحيم، أمحو كثرة خطايانا وزلاتنا. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك. أمحو مآثيمي أيتها السيدة يا ذات كل قداسة، ليس لنا في البشر من شفاعة تضاهي شفاعتك، وإليك شئنا فاقبلي الابتهال من عبيدك المحزونين وغير القادرين على ضربات الأبلسة. نحتار أين نلتجئ نحن الأشقياء المحاربين. سيدة العالم لا ترضي عن طالباتنا، بل امنحين الموافقات، فأنت رجاؤنا. ليس أحد يسارع إليك ويمضي خازيا من قبلك، أيتها البتول النقية أم الإله، لكن يطلب نعمة
فينال الموهبة بحسب ما يوافق طلبته. يا والدة لله العذراء أنت سلوة المحزونين وشافية السقماء، فخلصي شعبك ومدينتك يا سلامة المحاربين، وأمنا وهدوءا للممطر عليهم، وشفيعة المؤمنين وحدك. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك، وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة، وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين، وأرسل علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدتنا وأتلاه الدائمة بتولية مريم التي نرفع إليها هذا الابتهال الشريف، وبقدرة الصليب الكريم المحيي وطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد، والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبان القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم، وأبينا القديس نيقولاوس رئيس ساقة ميراليكيا العجائبي، والقديسين الصديقين وأكيما وحن جدي المسيح الإله، والنبي ميخا الذي نقيم تذكارهم اليوم، وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة، فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. يا ليسون كريا ليسون. يا رب ارحم. كريا ليسون. يا رب ارحم. برحمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي آن وكل أوان ولدهر الداهرين. أيتها الفارق قدسها والدة الإله خلصينا، لما شئت أن تأتي لتدبير خلاصنا يا مخلص، حللت في البتول مبينا إياها للأنام شفيعة، مبارك أنت يا إله بينا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، يا أم النقية منك ولد الرب مريد الرحمة، نجينا بطلباتك من دناس النفوس مؤمنين وصارخين، مبارك أنت يا إله أبائنا. المجد للآب والابن والروح القدس، والدتك صارت كنز كل خلاص ونبعا للخلود، وبابا إلى التوبة وقلعة منيعة لجميع المرترين، مبارك أنت يا إله أبينا. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا أم الإله من ولدت المسيح الذي خلصنا، كوني لنا شفاء أجسادا ونفوسا من جميع أمراضنا، فنحن معتصمون بسترك الإلهي. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، يا عذراء إليك يعلو الدعاء، ما لدينا سواك رجاء، نرفع إليك نشائد المديح. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، يا عذراء
منك يفيض الشفاء للذين رجوك وجاءوا يعلون الميلاد العجيب بالتسبيح. المجد للأب والابن والروح القدوس، أنت تشفينا أمراض النفس الحزينة وأوجاع الأجساد المسكينة، فلك تمجيدنا يا أم المسيح. كنين كأيه كيستوسون أستنون النامين إذ تطرودين أنف الأهواء المهينة ترنيمات الثناء تسمعين، فاقبلي دعاء إيماننا الصحيح. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، لا ترفض البكاء أمنا العذراء يا من ولدت المسيح الرب يسوع، وعن خدودنا كلنا كفكف الدموع. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، غدوت أم النور مصدر السرور، فاملأ القلب هناء يا بتول عنا مزيلة حمل الخطيئة المهول. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، لا كن الميناء أمنا العذراء، واحمي من جاءوا إليك ملتجين، وكوني الستر والسور والملجأ الأمين. المجد للأب والابن والروح القدوس، بالنور تضيئين كل المخبرين بحق أنك والدة لله، عنهم تقصين بعيداً الجهل والسفاة. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. كثيراً تذللنا تهنا وحللنا أرض الشقاء والذلة والأسقاء، فاهدينا أرض الشفاء يا بهجة الأنام، بواجب الاستهال حقا نغبط والدة لله الدائمة الطوبة، البارية من كل الغيوب أم إلهنا، يا من هي أكرم من الشروبين وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة لله، إياك نعظم. مجدك يفوق حد الكمال، أنت في الأنوار شمس ما لها من مثال، منقذة آدم وسيدة العالم، إليك تسابيح التكريم والإجلال. يا ذات الكمال في القديسين، أمسينا حزانا بالخطايا مود الناسين، أجساد سقيمة ونفوس عقيمة، فأنت أعينينا رجاء اليائسين. يا أم الخلاص يا سيدة، اقبل ابتهالا وصلاة مرددة لتشفعي فينا غير المستحقين، إلى ابنك مولودك يا ممجدة. أم الله ذات كل ثناء، نرفع إليك تسابيح قلوبنا، فللرب الخالق
اشفعي مع السابع وكل القديسين أن يرأف بنا لتصمد شفاه ذوي الغرور غير الساجدين لأيقونتك الوقور وبها اهتدينا إذ أطلت علينا كتحفة من ذوق الإنجيل الطهور يا كل أجناد الملائكة وجميع قديسين مع والدات قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ارحمنا يا رب ارحمنا لأننا متحيرون عن كل جواب فهذا التضرع نقدمه لك نحن الخطأ أيها السيد فارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس ارحمنا يا رب لأننا عليك اتكلنا فلا تسخط علينا جدا ولا تذكر آثامنا لكن انظر الآن بما أنك المتحنن وأنقذنا من أعدائنا لأنك أنت إلهنا ونحن شعبك وكلنا صنع يديك وباسمك ندعى الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين افتحي لنا باب التحنن يا والدة الإله المباركة فإننا باتكالنا عليك لا نخيب وبك ننجو من كل الشدائد لأنك أنت خلاص لجنس المسيحيين حمني الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة
وهذه المدينة وسائر المدن والقرى من الجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف ومن غارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية والميتات الفجائية، ومن أجل أن يكون إلهنا الصالح المحب البشر شفوقا ورؤوفا ومتعطفا ليصرف ويبعد عنا كل رجز يثور علينا وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. وأيضا نطلب من أجل أن يستمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا، كن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح إلهنا يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم رب بارك يا رب. أيها المسيح لهنا الحقيقي بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البر من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي بتلباط قوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد، وصلاتنا بالكريم السابق مجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجادرين بكل مديح والقديسين المجدين الشهداء متألقين بالظفر وأبانا الأبرار تشحن بالله والصليب الكريم شفيع وحامي هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين وأكيم وحنا جدي المسيح الله مع النبي ميخا الذي نقيم تذكاره اليوم جميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. آمين. أن تعيني
باثني عشر سورا كرسي يبان القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين.